بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، في البارة اللي مرت أمس قال وروى بعضهم هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النسخة منسوبة إلى بسرة الهروي عن علي بن موسى الرضا، صوابه علي بن موسى الرضا. قد المراجعة في ضعفاء والمسروقين لابن الجوزي قال عبد السلام بن الصالح بن سليمان بن ميسرة أبو الصلت الهروي يروي عن علي بن موسى الرضا وحمد بن زيد. وقال قال أبو حاتم الرازي لم يكن عندي بالصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه، قالوا علي متهم وقال إنه رافضي خبيث. وقبل حبان لا يجوز الاحتجاج به، إذا انفرد. في ميزان الاعتدال قال علي بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمي العلوي الرضا على به عن جده. وكذلك في الكامل في ضعفاء الرجال، وحدثنا العدوي قال حدثنا الهيثم بن عبد الله قال حدثنا علي بن موسى الرضا قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبي علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. حدثنا العدوي قال حدثنا محمد بن صدقة العنبري ومحمد بن تميم النهشري قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه حسين عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشيخ: هذا عن علي بن موسى الرضا قد رواه عنه أبو الصلت. بهذا تكتبون أمامه صوابه علي بن موسى الرضا، اكتبوا له صوابه علي بن موسى الرضا. انظر الضعف والمتروكين لابن الجوزي جزء 2 صفحة 106، ميزان الاعتدال للذهبي جزء 5 صفحة 192، الكامل في ضعفاء الرجال جزء 2 صفحة 342. واضح؟ على هذا تشتبه كابن أبي موسى علي ابن موسى الرضا، هذا الصواب. نعم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المرجية فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره. كفره؟ نعم. ولا نعم كفره؟ نعم. ساقطة في بعض النسخ. طيب. نعم. ولا كل من وافق ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة ويرى الائتمام بهم في عندك لهم سم ويرى لهم عندك الائتمام ويرى إيش لهم الائتمام بهم عندك ما كذا لهم نعم الأقرب أن لهم زائدة ويرى الائتمام بهم بهم نعم لهم ما في يرى عندك ويرى لهم ويرى لهم عندك ما كذا لهم بهم النسخة الثانية بدون لهم الأقرب حد لهم ويرى الائتمام بهم بدون لهم نعم الله أعلم ويرى الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموهم أنه كفر
كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن السلف والأئمة أنكروا على مرجئة الفقهاء عدم إدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان، وقال إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم عليهم وبدعوهم وأغلظوا القول فيهم، ولكن لم يكفرهم أحد. قالوا لا أعلم أن أحدا كفر مرجئة الفقهاء، بل العلماء متفقون على أنهم لا يكفرون. وقد نص أحمد الإمام أحمد رحمه الله وغيره على عدم تكفير مرجئة الفقهاء. يقول المؤلف رحمه الله: ومن نقل عن الإمام أحمد أو غيره من الأئمة تكفير مرجئة الفقهاء أو جعلهم من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فإنه غلط، قد غلط غلطا عظيما. إنما المحفوظ عن الإمام أحمد رحمه الله تكفير الجهمية، ولكن ليس كل جهمي كفره الإمام أحمد، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم. الإمام أحمد رحمه الله المحفوظ عنه تكفير الجهمية المشبهة، إلا أنه لم يكفر أعيانهم، يعني تكفيرهم على العموم، من قال هذا القول فهو كافر. أما الأعيان والأشخاص فلم يكفرهم الإمام أحمد في أعيانهم، ولم يكفر كل من قال إنه جهم، ولم يكفر كل من وافق الجهمية في بعض بدعه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحن الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبة الغليظة، صلى خلفهم لأنهم متأولون ولأنهم جاهلون، فلهذا صلى خلفهم ولأنه لم تقم عليهم حجة، فلهذا عذرهم الإمام أحمد رحمه الله في عدم التكفير، وإن كان لم يعذرهم في البدعة، بدعهم وضللهم لكن لم يكفرهم، فاعتقد أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان بل هم مؤمنون، وكان يدعو لهم ويرى الاهتمام بهم في الصلوات خلفهم، ويرى الإمامة للمأموم للخليفة المأمون، وهو قد تأثر به فاعتنق مذهب المعتزلة وحمل الناس والعلماء على القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الاهتمام بهم في الصلوات ويرى الحج معهم والجهاد معهم ويمنع من الخروج عليهم، مع أنه ينكر القول الباطل الذي أحدثوه والقول بنفس الصفات الذي هو كفر عظيم، ينكر هذا لكن هم لم يعلموا أنه كفر، فلذلك عذرهم بالجهل فلم يكفرهم. هذا القول يعني كفر، إنكار أسماء الله وصفاته يلزم منه القول بالعدم، من أنكر الأسماء والصفات يلزم منه القول بإنكار وجود الله، لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له إلا في الذهن، فقولهم هذا كفر لكنهم لم يعلموا أنه كفر ولم تقم عليهم الحجة، فلهذا لم يكفرهم بأعيانهم، وإنما كفر من قال هذا القول. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول الشيخ رحمه الله كان لا يعتقد كفرهم، بل يعتقد أنهم داخلون في دائرة الإيمان ويدعو لهم ويأتم به في الصلوات ويرى الحج معهم والغزو معهم ويمنع من الخروج عليهم، ومع ذلك ينكر قولهم الباطل الذي هو كفر، وإن لم يعلموا أنه كفر كان ينكر هذا القول ويجاهدهم على رد بحسب الإمكان. فيجمع الإمام رحمه الله بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الموحدين، ويجمع بين طاعة الله ورسوله لأنه أظهر السنة والدين وأنكر بدع الجهمية و
قام برعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، ويعتقد أن هؤلاء جهال مبتدعون وظلمة فاسقون، لكنهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان والإسلام. سبق أن بيّن المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد لم يكفر الخوارج والقدرية المتوسطة، وإنما كفر القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء في اللوح المحفوظ. أما من أثبت العلم من القدرية وأثبت الكتابة وأنكر عموم المشيئة وعموم الخلق فإنه لا يكفرهم الإمام أحمد، وإنما بدعهم. نعم. وهؤلاء المعروفون من الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حين أطلق وكيع حتى أطلق واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية. نعم. يقول رحمه الله مرجئة الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء الكوفة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقول الإيمان شيئان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، والأعمال يقولون مطلوبة الأعمال، واجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو ممدوح على فعل الواجب، ومن فعل المحرمات يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إن كان يترتب على فما فعل حد، ولكن لا نسميها إيمان. يقول هذه أعمال شيء آخر، ويسميها بر، يسميها تقوى. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. هؤلاء لم يكفرهم أحد، وهم طائفة من أهل السنة، وافقوا جمهور أهل السنة في المعنى وخالفوا النصوص في اللفظ، ولهذا يقول العلماء خلافهم مع جمهور السنة خلاف اللفظي. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وأول من قال بذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. سبق أنه خالف شيخه إبراهيم النخعي، أن إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، وكذلك وأمثالهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، كلهم يقولون بأن العمل داخل في مسمى الإيمان. فتتلمذ حماد بن أبي سليمان على إبراهيم النخعي وخالف شيخه، فقال أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وتبع على ذلك الإمام أبو حنيفة وفقهاء الكوفة سموا مرجئة الفقهاء، أخرجوا الأعمال عن الإيمان، قالوا لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، لم يكفرهم أحد كما سبق، هم طائفة من أهل السنة، يقول الإيمان شيئان: قول اللسان واعتقاد القلب. وهذا قول كلابية، وزعيمهم أبو محمد بن كلاب، ولم يقولوا بقول الجهمية أن الإيمان مجرد تصديق القلب أو مجرد معرفة القلب، هذا قول الجهمية، قول فاسد. والإيمان يكفي معرفة القلب أو تصديق القلب، ما قالوا بهذا، لكن الذي قال بهذا هو الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان قال الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بقلبه. قالوا إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه.
وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا القول أفسد قول قيل في تعريف الإيمان. هؤلاء هم الذين اشتد إنكار السلف عليهم حتى أطلق وكيع بن جراح وأهل محنبل وغيرهما كفرهم. قالوا من قال إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب وإن لم ينطق بلسانه هذا كافر. هذه أقوال الجهمية. أقوال الجهمية يقول الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب ولا يشترط في اللسان ولا العمل. الأئمة كفروا هؤلاء وقالوا إنه يلزم على قول هؤلاء أن يكون إبليس مؤمن وأن يكون فرعون مؤمن وأن يكون اليهود مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. فلهذا كفرهم العلماء كفرهم الأئمة. سيبين المؤلف رحمه الله الرد عليهم وجوه الرد عليهم والأدلة التي فيها الرد عليهم. نعم. وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم فهل كانوا مؤمنين؟ فهل عندك؟ نعم. النسخة الثانية. النسخة الثانية وكان. ها؟ فقد كانوا. لا في النسخة الثانية فقد. فقد كانوا مؤمنين. نعم. ما هو محتمل يعني. يعني فهل كانوا مؤمنين باب الاستدلال أو فقد كانوا مؤمنين على قولهم يعني. كلها وجه. نعم. وجحدوا بألسنتهم فهل كانوا مؤمنين؟ وذكروا قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا إبليس لم يكذب وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر فكان كافرا من غير تكذيب في الباطن. وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. هذه الآن الأدلة التي استدل بها من كفر الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب وإن لم ينطق بلسانه ولم يعبد بجوارحه. قالوا هذا قول كفر. هذا القول كفر. من قال الإيمان أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. استدل بها من كفر الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب وإن لم ينطق بلسانه ولم يعبد بجوارحه. قالوا هذا قول كفر. هذا القول كفر. من قال الإيمان معرفة الرب بالقلب أو مجرد تصديق القلب ومعرفة القلب بدون أن ينطق بلسانه فهو كافر. والدليل على ذلك أن هذا القول يلزم عليه أن يكون أئمة كفر مؤمنين. فإبليس أكفر خلق الله وفرعون إمام من أئمة الضلال والكفر ادعى الربوبية والألوهية وقال أنا ربكم الأعلى. والنصوص دلت على أن إبليس يعرف ربه بقلبه ودلت النصوص على أن فرعون يعرف ربه بقلبه ودلت النصوص على أن اليهود يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ودلت النصوص على أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن أبا طالب مات على الشرك وكان آخر ما قال عند وفاته هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فعلى مذهب الجهمية
يكون أبا طالب مؤمن يعرف لأنه يعرف ربه بقلبه ويعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون اليهود مؤمنين، ويكون إبليس مؤمن، ويكون فرعون مؤمن. فهذه الأدلة تدل على كفر الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية يقولون بإيمان الكفرة رؤوس الكفرة، ولهذا قال المؤلف وقالوا يعني في الرد عليه إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم، يعني عرفوا ربهم بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، هل كانوا مؤمنين؟ هل يقول مسلم إنهم مؤمنين؟ من لم يكفر الكفار، من لم يكفر الكافر فهو كافر مثلهم. من نواقض الإسلام عدم تكفير اليهود والنصارى، من قال إن اليهود والنصارى غير مؤمنين أو الوثنيين غير مؤمنين فهو كافر، من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. هذه من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافر، عدم تكفير الكافر، لأن من لم يكفر الكافر فهو لم يتبرأ من المشركين، ولا توحيد إلا بولاء وبراء. كلمة توحيد لا إله إلا الله فيها ولاء وفيها براء، لا إله فيها براء، براءة من كل معبود سوى الله وبراءة من المشركين. إلا الله توحيد إثبات الإيمان الوحدانية لله عز وجل. فمن لم يكفر فرعون وإبليس واليهود وأبا طالب فإنه لم يتبرأ، لم يتبرأ من دين المشركين فلا يكون مؤمنا، ولهذا كفر العلماء الجهمية. وذكروا في من الأدلة على أن فرعون يعرف ربه بقلبه قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني فرعون فرعون آل فرعون فرعون ومن بعد. وقالوا أيضا في الدليل على أن اليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكذلك المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعرفون صدقه، قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد أمره، إبليس هل كذب خبر من أخبار الله؟ لا. هل جحد أمر الله؟ جاءه الأمر من الله، ما هو الأمر؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة إلا إبليس. إذن إبليس ماذا تلقى أمر الله؟ هل تلقى أمر الله بالجحود أو تلقاه بالاستكبار والإباء؟ تلقاه بالإباء والاستكبار. قال لا، أنا ما أسجد لآدم، أنا ما أسجد لآدم، لأن عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أحسن من أفضل من الطين، وكيف ولا يخضع الفاضل للمفضول، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس كفره بأي شيء؟ هل هو بالتكذيب؟ لا ما كذب. هل هو بالجحود؟ ما جحد، تكذيبه بالإباء والاستكبار، أبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن، فلذلك كفر العلماء الجهمية. نعم. وحدث بعد هذا قول الكرامية أن الإيمان إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري
وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجعة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا ذلك عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقولهم. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر قول الكرامية، قول الأول قول الجهمية في مسمى الإيمان، أن مسمى الإيمان أو تعريف الإيمان هو تصديق القلب ومعرفة الرب بالقلب. قال: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية، إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب. هذه الطائفة الثانية من طوائف المرجئة. الطائفة الأولى الجهمية، الذين يقولون الإيمان تصديق القلب ومعرفة الرب بالقلب فقط. الطائفة الثانية الكرامية، الذين يقول الإيمان مجرد نطق باللسان وقول اللسان ولو لم يصدق بقلبه. ومع هذا قالوا إذا نطق بلسانه فهو مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين القولين المتناقضين، فقالوا إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو منافق يخلد في النار. فيلزم على قولهم فيخلد في النار لتكذيبه، فيلزم على قولهم أن الإيمان المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا قولان متناقضان. هذا قول الكرامية. قل ما إذا الإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق باللسان وشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في الباطن خلد في النار. فيقولون إنه يكون مؤمنا كامل الإيمان ومع ذلك يخلد في النار. هذا قول فاسد، يلي قول الجهم في الفساد. وقال أبو عبد الله الصالحي إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته. أبو عبد الله الصالحي من القدرية، هذا أيضا يوافق الجهم، هذا يعود إلى القول الأول. الإيمان يقول مجرد تصديق القلب ومعرفته. يقول أبو عبد الله الصالحي: لا، الإيمان له لوازم، إذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. فإذا الإيمان عنده هو تصديق القلب، لكن له لوازم، إذا ذهبت اللوازم دل ذلك على أن التصديق في القلب مفقود. ويقول إن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. فإذا مثلا سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام والعياذ بالله واستهزأ بالله وبكتابه وبرسوله، يقول هذا ليس هو كفر، لكن دليل على انتفاء التصديق من القلب. الإيمان مدار على تصديق القلب ومعرفته. فإذا قيل لهم الذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه ورسوله، قال هذا ما هو ليس بكفر السب، لكنه دليل على كفر، دليل على أن التصديق فقد من القلب، وهذا باطل. يعني قد يسب الله ويسب الرسول وهو مصدق يعرف ربه بقلبه. فهذا قول الصالحي لعبد الله الصالحي مثل قول الجهمية، يقول الإيمان مجرد تصديق الذي في القلب ومعرفته. ويوافق الجهم وأبا عبد الله الصالح، يوافقهم أبو الحسن الأشعري في أحد قولين. فإن له في مسمى الإيمان له قولين، قول الأول مثل قول الجهم، يقول إن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق. وعلى هذا بعض أصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني وأمثالهم. والقول الآخر
لأبي الحسن الأشعري يوافق السلف، يقول الإيمان قول وعمل، وهذا اختيار طائفة من أصحابه. وعلى هذا فيكون أبو الحسن الأشعري له قولان في الإيمان، قول أول يوافق الجهل، وهذا اختار بعض أصحابه كالقاضي أبو بكر الباقلاني وابن علي الجويني. والقول الثاني أن الإيمان قول وعمل، وهذا يوافق أهل السنة والجماعة، وهو اختيار طائفة من أصحابه. وجمهور يقول المؤلف مع هذا في جمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، يعني جمهور أصحاب الحسن يقول في الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول هذا يراه جمهور أصحابه أبي الحسن الأشعري، فيوافقون أهل السنة والجماعة في هذا. والإيمان عند أبي الحسن الأشعري الإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، معنى ما يحصل به الموافاة يعني ما يوافي به الإنسان ربه عز وجل، يعني الشيء الذي يموت عليه. الإيمان هو الشيء الذي يموت عليه الإنسان عند أبي الحسن، ولهذا يقول ما ندري عن الإنسان ما يختم له، فالمؤمن هو الذي، فالإيمان هو الذي يوافي به ربه، فمن وافى ربه بالإيمان بالتصديق والعمل فهو مؤمن. والاستثناء يعني في الإيمان يعود إلى ذلك، يعود إلى الموافاة لا إلى الكمال والنقصان والحال، قل أنا مؤمن إن شاء الله، يقول استثناء لأنه لا يعلم ما يموت عليه، قل إن شاء الله لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو على غير الإيمان. وأما السنة يقول لا، الاستثناء يعود إلى الأعمال، الأعمال شعب الإيمان متعددة، لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأبو الحسن الأشعري منع القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، توقف في هذا. نعم. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتوريدي وأمثاله إلى نظيرها وأمثاله نعم وعفى الله عنك وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم. وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن طائفة من متأخر أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي منصور الماتوريدي وافقوا
أبا الحسن الأشعري في القول بأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو مجرد ما في القلب. هذا مذهب الماتريدية ومنصور الماتريدي والأشاعرة، يقولون الإيمان هو تصديق القلب، وأما النطق باللسان فيقولون هذا ليس من الإيمان ولكنه مطلوب شرط، لكن شرط لثبوت أحكام الدنيا. فمن نطق بلسانه أجرا على أحكام الإسلام، من نطق بشهادته أجرا على أحكام الإسلام، ومن لم ينطق بلسانه لم يجر على أحكام الإسلام. ولكن ليس هذا من الإيمان، النطق باللسان. الإيمان هو مجرد تصديق القلب، والنطق باللسان شرط لإجراء أحكام الإسلام. هذا مذهب أبي منصور الماتريدي وهم متأخر أصحاب الإمام أبي حنيفة، وافقوا أبا الحسن الأشعري في أحد قولين. ويقول الماتريدية وهم متأخرون من أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون بالاستثناء. ثم بين المؤلف رحمه الله الشبهة، شبهة أهل البدع جميعا الذين خالفوا الجمهور لهم شبهة واحدة في الإيمان، شبهة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وشبهة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو إقرار باللسان، وشبهة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق القلب، وشبهة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان هو الأعمال كلها. كلهم شبهة واحدة ركزون عليها، ما هي؟ يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. فلا يمكن أن يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، بل الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. هذه الشبهة التي يركز عليها جميع الطوائف التي خالفها أهل السنة في مسمى الإيمان. فالجهمية يقول الإيمان هو مجرد تصديق القلب، فإذا ذهب تصديق القلب ذهب الإيمان. والكرامية يقول الإيمان هو النطق باللسان، إذا ذهب النطق باللسان، إذا لم ينطق باللسان في اللسان ذهب الإيمان. ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان شيء واحد، قول اللسان وتصديق القلب، فإذا ذهب تصديق القلب أو ذهب قول اللسان ذهب الإيمان. وكذلك الخوارج والمعتزلة يقول الإيمان جميع الطاعات كلها، لكن إذا ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات ذهب بعض الإيمان، وإذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله، لأن لما لا يتجزأ شيء واحد. وأما جمهور أهل السنة فيقولون الإيمان يتبعض ويتجزأ، قد يذهب بعضه ويبقى بعضه. وقوله إن الإيمان حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائه ليس بصحيح. الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها، فالإنسان حقيقة مركبة، فإذا قطع أصبع الإنسان هل تزول حقيقة الإنسان؟ ما تزول، لكن تنقص. هذه شبهة أهل البدع جميعا الذين خالفوا جمهور السنة، كلهم يركزون على هذه الشبهة، يقول الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، فلا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. ويرد عليهم في النصوص، النصوص الكثيرة والمتواترة، نصوص الشفاعة وهي نصوص متواترة في إخراج العصاة الموحدين من النار، يخرجون بأي شيء؟ بالإيمان الذي معهم. في هذه الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي بعضها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن برة من الإيمان، وفي بعضها يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. إذن يبقى معه الإيمان، خرج من النار بالإيمان، لأن الذي ليس معه إيمان هو كافر، لا يخرج من النار، الكافر يخلد في النار. وأما المؤمن العاصي الذي يدخل النار فإنه يطهر من معاصيه وجرائمه بالنار، ثم يخرج منها بالإيمان الذي بقي معه، لأن عنده أصل الإيمان.
وبين المؤلف رحمه الله أن الخوارج المعتزلة يقول الطاعات كلها من الإيمان، إذا لكن إذا ذهب بعضها ذهب الجميع، فلذلك حكموا بين الصحبة الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه قال خلاص ذهب الإيمان، نقص الإيمان، وإذا نقص ذهب ذهب بعض الإيمان، وإذا ذهب ذهب الجميع، فقالوا إن ارتكب الكبيرة كافر. وأما المرجئة والجهمية قالوا الإيمان شيء واحد لا يتبعض. ما هو هذا الشيء الواحد؟ الجهمية قالوا هو تصديق القلب، ومرجئة الفقهاء قالوا تصديق القلب واللسان. وجهة نظرهم قالوا لا ندخل الأعمال في مسمى الإيمان، لأن إذا أدخلنا الأعمال صار جزءا منه، وإذا صار جزءا منه إذا ذهبت ذهب فإذا ذهبت ذهب البعض، وإذا ذهب البعض ذهب الجميع، فيلزم إخراج الكبيرة من الإيمان، وهذا موافق على الخوارج والمعتزلة، ولهذا قالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لكن يقولون قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه بعدم هذه الدلائل واللوازم على عدم الإيمان. نعم. وصار كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، فقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكل قول فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكل استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. نعم، يقول كان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، يعني الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل، ومع ذلك قال مع ذلك قالوا يزول بزوال بعض الأعمال، عندكم لا يزول، وقالوا مع ذلك لا يزول، ليظهر أن لا زائد هذا. نعم. قالوا كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة والحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، الخوارج المعتزلة يقول الإيمان قول وعمل مثل ما قول أهل السنة، يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار بالسنة وقول وعمل، ومع ذلك قالوا يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال، فصاروا متناقضين، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله ابن الخطيب والرازي جعل الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، يرد على المرجئة، المرجئة يقول الإيمان هو التصديق، وليست الأعمال داخلة في مسمى. وقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين على قول أهل السنة، يعني على قول أهل السنة في مسمى الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل. فلما صنف ابن الخطيب والرازي تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، قول جهم والصالحي كما سبق أن الصالح من القدرية والجهم يقول الإيمان هو تصديق القلب، فابن الخطيب وهو الرازي وهو من الأشاعرة يوافق الجهم والصالح في أن الإيمان هو تصديق القلب، والشافعي رحمه الله يقول الإيمان تصديق القلب، تصديق وعمل، قول وعمل،
استشكل الخطيب قول الشافعي فقال الشافعي متناقض. لماذا؟ لأن الشافعي خالف ما قرره ابن الخطيب، والشافعي ليس متناقض رحمه الله. الشافعي كلامه مستقيم، يقول الإيمان قول وعمل كما دلت عليه النصوص. فابن الخطيب وأمثاله قالوا أن الشافعي متناقض لأنه خالف قولهم، لأنه قال لو كان الإيمان قول وعمل كما يقول الشافعي للزم من ذلك أن يزول الإيمان بزوال بعض أجزائه، بناء على الشبهة التي قعدها أهل البدع. قعدوا شبهة، قالوا الإيمان يزول بزوال بعض أجزائه، إذا زال بعضه زال الجميع. فقالوا الشافعي قال الإيمان قول وعمل، فيلزم على قول الشافعي أنه إذا زال بعض العمل زال الإيمان. الشافعي يقول ما يلزم هذا، لأن الإيمان يتبعض ويزول بعضه ويبقى بعضه. وابن الخطيب هو الرازي على مذهب الأشاعرة الذين يقولون الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا زال جميعه وثبت وجهه. فلهذا قال الشافعي متناقض، حيث قال الإيمان قول وعمل، إلا أنه لو كان عمل ثم فعل الإنسان محرم كبيرة أو ترك واجب يلزم على قول الشافعي أنه يزول الإيمان، وهو يقول لا يزول الإيمان فيكون متناقض. يقول لا، ليس بمتناقض، لأن الشافعي رحمه الله يرى أن الإيمان لا يتبعض ويتجزأ ويزول بعضه ويبقى بعضه. وابن الخطيب وهو من الأشاعرة والرازي يرى أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا زال زال جميعه وإذا ثبت جميعه. ولهذا قال الإمام الشافعي متناقض، والإمام الشافعي رحمه الله ليس بمتناقض، ولكن الشبهة التي قعدها أهل البدع هي التي جعلت الخطيب يقول الشافعي متناقض رحمه الله. نعم، وسيذكر شبهات من المؤلف. نعم. وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص كأنه ظن. أن يقول ينقص أو أن يقول بنقصه. نعم، عندك ينقص فيها نسخة أخرى. طيب، لا بنقصه. يصف. نعم، الله أعلم. ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص كأنه ظن، إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما إذا زاد. نعم، المؤلف رحمه بيّن شبهة أهل البدع في عدم إدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان، وهي أيضا شبهة الخوارج المعتزلة في قولهم في تكفير مرتكب الكبيرة. ما هي هذه الشبهة؟ يقولون الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، فلو قلنا إن الإيمان قول وعمل للزم من ذلك أنه إذا زال بعض العمل زال الإيمان كله. فلهذا قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان إما التصديق فقط أو التصديق والقول. قالوا مثال ذلك العشرة، فإنه إذا زال بعضها لا تبقى عشرة، إذا العشرة إذا زل واحد لم تبقى عشرة. فكذلك الإيمان لو كان عمل إيمان قول وعمل ثم زال بعض العمل زال حقيقة الإيمان. لكن يرد عليهم يقول نعم، العشرة إذا زال واحد زال اسم العشرة، لكن بقي التسعة، بقي اسم التسعة ما زالت كلها. يقول وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين، السكنجبين شراب
مركب من حلو حامض مثل شراب الليمون. يقول إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكن جبينة. إذا زال الحلو أو زال الحامض خرج عن مسمى. فكذلك الإيمان لو كان قول عمل وزال بعض العمل زال اسم الإيمان. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. يقولون الإيمان قول وعمل، لكن إذا زال بعض العمل ترك واجب أو فعل محرم زال الإيمان كله وخرج من الإيمان ودخل في دائرة الكفر. هذا باطل. الصواب أنه الإيمان يتبعض، يزول بعضه ويبقى بعضه. قالوا أيضا لأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر. يعني إذا كان فيه شيء من شعب الكفر مثل الطعن في النسب والنيح على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيح على الميت. قالوا يلزم أن يكون مؤمن بما فيه من الإيمان، وإذا طعن في النسب صار كافر بما فيه من الكفر، فيقوم بالإنسان كفر وإيمان. يقول هذا التناقض، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. قال المؤلف رحمه الله ولهذه الشبهة امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول بنقص الإيمان، وهو رواية عن الإمام مالك كما سبق أنه قال الإيمان يزيد وتوقف في قوله ينقص، كأنه ظن أنه إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد. سبق أن هذه الشبهة أن هذا القول قول مرجوح، أن الإمام وأنه الإمام مالك روي عنه أنه رجع عن هذا القول وقال بقول الجمهور جمهور أهل السنة هو أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض أو مؤمن وكافر وفاسق. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية وبعضها معصية، لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو والسجود من حيث هو، لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد لا لا, لا في تفاضل. نعم شيخ. لا لا في تفاضل عندك، لأن إيه؟ نعم. لا الصواب لا في تفاضل، النص الأخرى لا في تفاضل أمر مطلق. فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج.
ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه. في أصول الفقه بدون واو، في أصول الفقه. نعم هذه نسخة ثانية. لا خطأ عندك، خطأ كثير مستقل. نعم في أصول الفقه. نعم ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب والتحريم. وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك هو قول أبي الحسن التميم وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. ولذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة وكذلك. نعم خطأ في نسخة أخرى وكذلك الصواب وكذلك. نعم وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب والاتحاد كذا. طيب وكذلك في نسخة الاتحاد. نعم الاتحاد والصواب. نعم ولذلك وكذلك وقع نظير هذا في لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيض كما هو مذكور في موضع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله إن شبهة المرجئة والخوارج والمعتزلة في الإيمان بقولهم إن الإيمان شيء واحد حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. يقولون إن لا يمكن أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، مثل الخوارج والمعتزلة يقولون إذا فعل معصية وهي الكبيرة زال الإيمان، ولا يمكن فيه طاعة ومعصية، لا يجتمعان، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع في كفر وإيمان، بل إما أن يكون كافر وإما يكون مؤمن. الناس عندهم قسمان، مؤمن وكافر، وليس هناك قسم ثالث. وأما أهل السنة فيرون الناس تقسم، مؤمن كامل الإيمان وكافر، ومؤمن عاصي عنده إيمان وعنده معاصي، فيحب بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي وشعب الكفر. فهؤلاء الخوارج المعتزلة والمرجئة غيرهم يقولون الناس قسمة، ما يقول ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، ما فيه وسط بين إما مؤمن أو كافر. طيب المؤمن العاصي، يقول المؤمن العاصي كافر، خوارج المعتزلة إذا فعل الكبيرة خلاص، إذا فعل كبيرة انتقل إلى الكفر، إذا ترك واجب انتقل إلى الكفر. إذا الناس قسمان، مؤمن وكافر. قال السنة يقول الناس لا تقسم، مؤمن كامل الإيمان الذي أدى الطاعات، مؤمن الذي وحد الله وأدى الواجبات وترك المحرمات، والكافر الذي فعل الكفر. وهناك المؤمن العاصي الذي فعل قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، هذا مؤمن عاصي. ولهذا قالوا يعني لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه، حتى غلا يقول أبو الهاشم وهو جبائي من المعتزلة فنقره الواحد بالنوع، يقول العمل واحد بالنوع، الواحد بالنوع هو الذي هو النوع الذي يدخل في مسمى الجنس، يعني يكون جنس تحته أنواع، مثل البر جنس تحت أنواع من الحبوب. فقالوا لا يجوز، فقالوا يعني بعض الذين غلوا كاب هاشم الجبائي لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع من الأعمال أو غير ذلك من الأعمال، بعض أنواعه طاعة وبعضه معصية، جنس السجود وجنس الركوع لا يمكن أن يكون بعضه معصية وبعضه معصية. ركوع الركوع إذا كان السجود لغير الله صار معصية، صار كفر. قال لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غيرها من الأعمال بعض الرأي طاعة وبعض المعصية، لأن الحقيقة الواحدة لا تصف بوصفين مختلفين، الركوع حقيقة واحدة والسجود حقيقة واحدة، فلا تصف بأنها مرة معصية، تصف بوصف بالمعصية وبالطاعة. قالوا الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله، إذا قصد الساجد السجود لغير الله صار معصية، وإذا قصد السجود لله صار طاعة. أما نفس السجود ونفس الركوع فلا يصف بهذا ولا بهذا، هذا قوله، هو قول فاسد. ولهذا يقول اشتد نكير الناس على هذا القول، وذكروا مخالفة الإجماع أن هذا خالف الإجماع، وأن هذا في جحد للضروريات شرعا وعقلا. فالسجود يوصف بأنه يكون إذا كان سجود لله صار طاعة، وإذا كان سجود لغيره صار معصية وكفر. يقول المؤلف رحمه الله وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في نفوسهم، لأنهم نظروا إلى الشيء الموجود في الذهن، الحقيقة المطلقة هي التي جردت من الصفات، وهي كلها في الذهن، مجرد سجود مجرد ركوع هذا يكون في الذهن، لكن في الخارج لا بد أن يكون السجود موصوف في وصف، جردت من الصفات وهي كلها في الذهن، مجرد سجود مجرد ركوع هذا يكون في الذهن، لكن في الخارج لا بد أن يكون السجود موصوف في وصف، سجود لله سجود لغير الله، لكن في الذهن هو التي يكون حقيقة مطلقة،
الحقيقة المطلقة هي التي تكون في الذهن. ولذلك يقول الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو لا يجوز أن يتفاضل. لماذا؟ لأن مقصودها الركوع والسجود اللي في الذهن. أما الركوع والسجود اللي في الخارج هذا لا بد أن يوصف. إن الإنسان يصلي يركع ويسجد لا بد أن يوصف لأنه طاعة أو معصية. لكن اللي في الذهن وإذا جرد عن الصفات لا يوصف، لا يوصف بأوصاف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم رأوا الحقيقة المطلقة المجردة التي تقوم في نفوسهم. قالوا ولا يجوز أن يختلف. يقول المؤلف ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة في خصائصها. كل شيء موجود في الذهن في الخارج لا بد أن يصب الصفات، فإذا قطعت عن الصفات صار في الذهن. وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. فمثل اسم إنسان، لفظ حيوان، لفظ إنسان، هذا يكون في الذهن. لكن متى يكون في الخارج؟ إذا أفراده، أفراد الإنسان محمد وبكر وعمر وخالد. حيوان هذا في الذهن، لكن أفراده في الخارج، الفرس والجمل والأسد هذه أفراد الحيوان. فمجرد الإنسانية الحيوانية هذه حقيقة مطلقة، يعني مجردة عن الصفات لا تكون في الذهن. لكن متى تكون في الخارج؟ إذا جاءت الصفات. متى تكون في الذهن؟ إذا قطعت عن الصفات. هذا معنى قول المؤلف أن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، الموجودة يعني في الخارج، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن. في الذهن لا يتفاضل لأنه في الذهن، لا وجود له في الخارج. يقول المؤلف معلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض مختلف بعضه أشد من بعض. هذا إذا كان في الخارج، لكن إذا كان في الذهن ما يختلف لأن جرت على الصفات ما له صفات. ولهذا قال المؤلف أما إذا قدر السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. يقول مثل هذا الغلط وقع في كثير من القائمين في أصول الفقه، وأكثر الذي يخوض في أصول الفقه معتزلة والأشاعرة، حيث أنكروا تفاضل العقل والإيجاب والتحريم. قالوا العقل لا يتفاضل، والوجوب لا يتفاضل، والتحريم لا يتفاضل. وهذا القول هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل وأمثالهما. والجمهور تقول ملع على خلاف ذلك، وقول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب. وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة، فلاسفة وأهل المنطق ومن تبعهم من الكلام والاتحاد، الذي يقول بوحدة الوجود، يقول الوجود واحد في توحيد واجب الوجود ووحدته، الذي يقول الوجود واحد، الخالق والمخلوق واحد، والعبد العبد والرب واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، والعياذ بالله. هؤلاء أخرجهم الأمر إلى التعطيل المحض. وأهل المنطق يقول المؤلف رحمه الله أهل المنطق واليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيضة كما هو مذكور في موضعه. الله يوفقه، صلى الله عليه وسلم.